كل مكان وزمان. أحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق الشوط الرابع، ها هو الشوط المفضل لدي، انطلاقة شوط الثنايا. قعدان 8 كيلومترات مسافة هذا الشوط الكبير، ها هو ينطلق في هذه المنطقة، في من هذا الميدان، ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، الذي يحظى ببطولة الكويت 16 على التوالي، التي تحظى أيضا برعاية سامية من قائد العمل الإنساني. إذا مشاهدين الكرام، مستمعين أينما كنتم عبر الشاشة والتلفزيون، ننطلق معكم يا جماعة الخير. ها هو الشوط، ها هو الشوط، شوط الثنايا. إذا نذهب معكم، نذهب بهذه المراكز، أول المراكز هنالك نشوان، نشوان نشوان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري، هو من يقوم بعملية التدمير والتسيير. إذا المشاهدين الكرام، نقلع المركز الثاني يا جماعة، الركض حامي والعرب مستعدين وكل على الريموت عينه التخايل. يا جماهير التراث عبر هذه الأرضية، ها هي أشواط الشيوخ. أرى التسلل الجميل من حامل الرقم 10، الله الله يا 10 و10 على 10 للطام التابعة لهجن الرئاسة. يا سلام، عملية التضمير، عملية التضمير عند أبو جميل، يا سلام. إذا نقلة ثانية عند المركز الثاني، يا سلام، الله يا نشوان. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. إذا مشاهدين الكرام، مستمعين، نقلة متميزة عبر المرتبة الثالثة، عبر المرتبة الجميلة، أرى وصول ثمين، ثمين تعود ملكيته، سمو شيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. سعيد بن راشد آل غدير هو من يقوم بهذه العملية الجميلة، عملية التضمير. إذا نقلة متميزة إلى المركز الرابع، رابعا رابعا مرتبة الجمال، هنالك الواصل ثمين سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بالفعل، ولكن أرى التسلل الجميل هنالك بالفعل، وصولا هنالك رقم 7 للطام سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. أيضا سعيد بن راشد آل غدير من يقوم بعملية التضمير. إذا مشاهدين الكرام، أينما كنتم عبر أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، حياكم الله وبياكم. أذهب إلى مقدمة الشوط، أذهب إلى من يتربع على أرضية هذا الميدان الجميل، ميدان الشهيد. ها هو الميدان الذي يحظى الكثير من الجماهير التي تتابع هذا الركض الكبير، هذه البطولة العملاقة، بطولة الكويت 16 التي تنطلق عبر هذه الرياضة، رياضة الحب ورياضة الشغف، رياضة الجمال. ها هي رياضة الحاضر والماضي، الرياضة التي نسعى من إليها ومنكم وإليكم عبر هذا الميدان. أول المراكز للطام هجن الرئاسة، أبو جميل يقوم بعملية التضمير، دولة الإمارات هي بالرئاسة مع هجن الرئاسة. للطام في أول المراكز، نقلع المركز الثاني، أرى المشاركة الجميلة لكل، يعطي لكل ذي حق حقه، ثمين سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. سعيد بن راشد ابن غدير من يقوم بعملية التضمير، أيضا مشاركنا، مشاركنا بهذا الشوط. إذا نقلة جميلة، المركز الثالث، يا سلام، نشوان نشوان، أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري، يا العامري يا العامري، هو واصلا بالمركز الثالث، المركز الرابع، رابعا بالوصول للطام سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. سعيد بن راشد بن غدير من يقوم بعملية التضمير والتسيير عبر ميدان الشهيد. إذا أعددت لكم المركز الرابع، إذا فلنأخذ المركز الخامس. صاحب المركز الخامس الجميل الذي يأتينا بهذه اللحظة مشاركينا مستمعينا عبر هذه الرياضة عبر الشاشة والتلفزيون، المركز الخامس يصل بهذه اللحظات. الوعب الوعب، يا السلام يا الوعب، الله يا هذا الاسم الكبير. هجر الشحانية مشاركة بهذا الشوط أيضا عملية تضمير. سالم بن فاران المري يصل على المركز الخامس. إذا مشاهدينا مستمعينا في كل مكان، أعود والعود وأحمد بإذن من الله تعالى ورعايته عبر هذا الشوط الكبير. إذا مشاهدي الكرام، أول المراكز، أول المراكز، هجر الرئاسة هي المتصدرة في رئاسة هذا الشوط لهجر الرئاسة، وهو بالفعل للطام 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 في أول المراكز. المركز الثاني، إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا، النقلة الجميلة والمتميزة ثمين سمو شيخ حمدان بن محمد آل مكتوم سعيد الراشد بن غدير مشاركا عبر هذا الشعار. المركز الثالث، يا سلام، نشوان سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري، يا سلام يا نشوان، يا سلام يا نشوان. هنا النشوة الجميلة التي تشاركنا عبر هذا الشعار الجميل. المركز الرابع، رابعا مرتبة الجمال، مرتبة التقدم بهذا التسلل الجميل يصل بهذه اللحظة. إذا هنا للطام لسمو شيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في هذه اللحظة، يصلنا على المركز الرابع. المركز الخامس وصولا بالوعب، الوعب الوعب الوعب، الله يا الوعب. هجر الشحانية واصلة من قطر مع قيادة سالم بن فاران المري، يا المري يا المري يا المري، أيضا مشاركنا عبر المركز الخامس. إذا ها هو النداء، يعتبر الأخير تقريبيا لأن ما تبقى إلا القليل عبر هذا الشوط الجميل، عبر شوط الكبار، شوط 10/10. وها هو للطام في مقدمة هذا الشوط الكبير. هنا للطام التابعة لهجر الرئاسة في هذه المراكز المتقدمة، أيضا أبو جميل من يقوم بعملية التضمير في هذا الشعار في هذه المتقدم. في شوط الثنيان قعدان مسافته 8 كيلومترات. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان، نقلة متميزة أيضا، المشاركة يا جماهير التراث عبر هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، التحركات الجميلة كما اعتدناها في أشواط الكبار، أشواط الكبار. المركز الثاني بالوصول ثمين 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 ثمين، تعود ملكيته سمو شيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. سعيد بن راشد يا بن غدير يا بن غدير، يا السلام، يصل عبر هذا الشعار، يصل عبر هذا الشعار مع الثمن الغالي، الثمن الغالي التي تحمل هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. 1800 متر تفصلنا عن خط النهاية. أيضا المركز الثالث بالفعل يصل نشوان، وقلت لكم نشوان سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد بن نهيان العامري، يصل على المركز الثالث. رابعا الوعب 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 الوعب، تعود ملكيته التابعة لهجر الشحانية سالم بن فاران المري. خامسا وصولا بلطام سمو شيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، أيضا سعيد بن راشد بن غدير، منعطف الجمال
الهلال هنا منعطف الاتحاد الذي يبرى عبر راية علم الكويت في هذه الأشواط في بطولة الكويت. نحن هنا والمضي نصل مع الكيلو والمئتين متر الأخيرة التي تفصلنا عن الناموس. الحلم بالانتظار، الدريمز بالانتظار. أول المراكز هنا ثمين لسمو الشيخ حمدا بن محمد آل مكتوم سعيد بن راشد بن غدير بالمتابعة. يا بوي العمالقة، يا بوي كبار السن، هنالك في أثاني المراكز، ثاني المراكز، وصول الوعب، الوعب 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 الوعب، هجر الشحانية، سالم بن فران، ولكن أيضا بالوصول نشوان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن هيان العامري من يقوم بعملية التدمير. إذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، ما الذي يحدث أمامنا؟ ما الذي يحدث أمامنا؟ يا جماهير التراث، يا جماهير التراث، هلا 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 فبراير، هلا 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 بهالشوط، هلا هلا بنشوان، هلا هلا سمو الشيخ حمدا بن محمد بن راشد آل مكتوم، ايضا سالم بن حمد بن نهيان العامري، يا العامري تهانينا ايضا موصوله لسمو الشيخ حمدا بن محمد بن راشد آل مكتوم. نشوان يصل الى خط النهايه ليعلن الناموس والتهانينا. يا ابناء المنصه صفقوا لنشوان فهو يستحق التصفيق. بالفعل لسمو الشيخ حمدا بن محمد بن راشد آل مكتوم سالم بن حمد ابن الهيان العامري كان في عمل التدمير. المركز الثاني كان من نصيب الوعب لهجر الشحانيه سالم بن فران. المركز الثالث كان من نصيب لطام لسمو الشيخ حمدا بن محمد آل مكتوم. رابعا كان من نصيب ثمين لسمو الشيخ حمدا بن محمد آل مكتوم. وخامسا كان من نصيب غلوه لهجر الشحانيه. وكان في هذه الاشواط اشواط الكبار، وكان الحاصل على هذا الشوط سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحصول نشوان على هذه الجائزه. بالفعل وسالم بن حمد بن هيان في عمليه التدمير. اذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وبيوتنا من خرب بملايا اليالي قنا الشيخ.